رياضة اليوغا تعتبر واحدة من أكثر الرياضات اللي بتتم ممارستها في السعودية من 20 سنة تقريباً، ولها قاعدة كبيرة من الممارسين في الفترة الأخيرة. طبعاً شهدت هذه الرياضة تطورات كبيرة، من بينها المهرجان السنوي الأول لليوغا في المملكة واللي أقيم على شاطئ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. المزيد من التفاصيل مع ضيوفنا الأستاذ نوف المروعي رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية لليوغا، وأيضا مرام القادري عضو مجلس إدارة اللجنة السعودية لليوغا، والمهندس أحمد الساعدي المدير التنفيذي للجنة السعودية لليوغا. يا هلا فيكم، نورين ساعة شباب. طبعا ألف مبروك نجاح أول مهرجان لليوغا في أرض المملكة. طيب خليني أبدأ معك أستاذة نوف، يعني خلينا نروح مباشرة لتفاصيل أول مهرجان لليوغا، نبغى الفكرة وأيضا الأهداف من هذا المهرجان. طبعا الفكرة كانت أنه إحنا من أهم استراتيجياتنا أيضا أنه إحنا نعرف برياضة اليوغا للناس اللي ما تعرفها، وأيضا نساعد وندعم الممارسين والمحترفين والهواة لرياضة اليوغا. فقررنا نقوم بهذا المهرجان لأنه في قاعدة جماهيرية أصلا كبيرة، وحبينا أنه نجيبهم مع بعض في مكان واحد، والحمد لله جاء ناس من مختلف مناطق المملكة، وحتى كان في سياح موجودين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وانضموا أيضا للمهرجان. ما شاء الله تبارك الله، شايفين طبعا الفيديوهات والصور، وشايفين حجم التفاعل اللي صار في هذا المهرجان، وأيضا المشاركة والفعاليات اللي صارت في هذا الحدث. فياليت أستاذة مرام تكلمينا عنها. حجم المشاركة كان جدا ممتاز، وكان غير يعني ما كان من اللي احنا متوقعينه، كان أكبر من اللي احنا توقعناه بكثير، وشارك معنا فئات كثير يعني من المجتمع، سواء كانوا أطفال أو كبار سن أو حتى شباب. وأتوافد علينا تقريبا كثير ممارسين وهواة ومدربين يوغا كثير كانوا موجودين في. طب إيش الفعاليات اللي صارت في هذا المهرجان؟ كان في عندنا المكان كان مقسم لزونز أو لمناطق، كان في كل منطقة كان موجود عندنا كلاسات معينة، كلاسات للأطفال، كلاسات للمحترفين، كلاسات للمبتدئين. وكان أهم حدث عندنا كان تكريم لاعب فاز معنا في مهرجان متحدون من خلال الرياضة اللي أقيم قبل فترة. ما شاء الله، كانت اللجنة دوبها متأسسة تقريبا لها 5 شهور وحققنا فيه برونزية. المهرجان كان اسمه مهرجان متحدون من خلال الرياضة، وكان برعاية معالي سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وكان في نسخته الثانية. وكان هذا إنجاز جدا عظيم للجنة، إنه إحنا كان لينا بس 5 شهور ودوبنا متأسسين وفزنا ببرونزية من ضمن 3 ميداليات حققتها المملكة. ما شاء الله تبارك الله، فكان إنجاز صراحة جدا جيد، وكرمنا الطفل كان من فئة 7 سنوات. غير كده كان عندنا يوغا استعراضية، فشارك معنا أطفال وشارك معنا كبار محترفين في الفقرة حقة اليوغا الاستعراضية. ما شاء الله تبارك الله. طب أستاذة نوف، أنا ذكرت في البداية أن رياضة اليوغا يعني تعتبر واحدة من أكثر الرياضات المنتشرة عندنا في المملكة، فكيف ممكن أن نعزز ممارسة رياضة اليوغا كأسلوب للحياة؟ الحمد لله عندنا في السعودية، وهذا شيء يعني ملاحظ جدا في المملكة العربية السعودية، ومن رحلاتي في الخليج لاحظت أنه نحن الدولة الخليجية اللي أكثر شعبية اليوغا منتشرة بين مواطنيها وليس المقيمين عكس الدول الخليج الأخرى. فالحمد لله عندنا دعم سخي من قيادتنا الرشيدة لكل ما يتعلق بالرياضة والصحة وتحقيق الرفاه الجسدي والنفسي، وطبعا هذا يعني جزء من رؤية 2030 وبرامج جودة الحياة وأهداف التنمية المستدامة الهدف الثالث طبعا. فطبعا اليوغا من أهم ممارسات الصحة والرفاه الجسدية والعقلية طبعا. شعبيتها كبيرة جدا، بسيطة، ما تحتاج equipment، تحتاج فقط مساحة والمات. خلال فترة الجائحة والحظر كان في كثير كلاسات وورش عمل تقدم أونلاين مجانا
في المملكة العربية السعودية، فالناس كانت اوريدي تمارسها، وحتى في ناس انضمت لليوغا فقط وقت الجائحة. صادقة أستاذة نوف، يمكن فعلا فترة الجائحة زاد وعي الناس بالضبط تجاه رياضة اليوغا، لأنها ما تحتاج فعلا زي ما قلتي أي شيء، أو تحتاج فقط مساحة فاضية وما تحتاج جهد، أصبحت يعني بديل وقتها لأنشطتهم الرياضية. وبعد كده لاحظوا أهميتها في تحسين مستوى القلق والمزاج والتوتر اللي كنا فيه طبعا. صح. يعني كثير ناس حتى عبروا عن هذا في المهرجان، قالوا اليوغا كانت المهرب كانت المهرب لي وقت انا تعرفت على اليوغا وقت الحظر، ومن وقتها ما وقفت ممارستها. فاعتقد تعزيز الوعي بممارسه رياضه اليوغا كاسلوب حياه ما راح يكون شيء صعب، بالذات بعد اللي شفناه في المهرجان. ترى احنا اضطرينا وقفلنا التسجيل لولا الاحترازات والإجراءات الاحترازية، أعتقد كان ممكن يكون العدد أكبر مرتين ثلاثة. ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني مهندس أحمد، كونك المدير التنفيذي للجنة السعودية لليوغا، نبغى نعرف منك إيش أهم الأهداف اللي بتعملوا على تحقيقها لهذه الرياضة وكمان لعشاقها؟ هو شوف، الهدف الأول عندنا أنه نوصل لمجتمع يعي أهمية الصحة البدنية والنفسية وأثارها على الحياة اليومية، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني تصميم الإطار العلمي والمهني لممارسة وتدريب رياضة اليوغا من أجل ضمان تعليم اليوغا عالي الجودة والآمن والمتاح لجميع فئات المجتمع. برضو شغالين طبعا وضع خطة استدامة مالية، هذا شأن داخلي، نكون لازم نكون احنا عندنا خطة استدامة كبيرة جدا ان شاء الله وشغالين عليها. حلو. وعندنا برضو طرح فرص مشاركات القطاعات التعليمية والصحية الخاصة والحكومية الدولية والمحلية في لتفعيل برامج قيمة ذات اثر مستدام. ومنها مثلا مارس وجو معنا برضو جامعة الملك عبد العزيز، شاركوا معنا في المهرجان. كان في طالبات هم اللي سموا التنظيم. كان في مجموعة كبيرة من جامعة دار الحكمة برضو، جامعة دار الحكمة برضو وجوا معنا وشاركوا معنا. فإحنا بنتعاون مع الجهات التعليمية والطلاب وحتى جهات حكومية، وإن شاء الله هيكون في معنا تعاون إن شاء الله قريب برضو لذوي الاحتياجات الخاصة. جميل. واللي هم عندهم داون سيندروم اللي هو ولا شو اسمه الأشياء يعني أمراض خاصة، شو اسمه التوحد وما التوحد، برضو إحنا هنشارك في برنامج معهم. فعندنا مشاركات يعني في عندنا مشاركات كثيرة الحمد لله. حلو. طب يعني هل تملكون إحصائيات اليوم عن المراكز المتخصصة لليوغا وأيضا المعايير المهمة التي يجب توفيرها؟ هو حاليا إحنا ما عندنا إحصائيات دقيقة. أنا شوية أحب الدقة بأني مهندس، بس إحنا ما عندنا دقة حاليا في الإحصاءات، وشغالين حاليا مع وزارة الرياضة. عندنا شو اسمه نافس، برنامج نافس، وهو منصة لتسجيل كل الرياضات. احنا شغالين معهم ان شاء الله قريب جدا هنكون مشاركين مع نافس. وكمان جميل. عندنا الصفحة الرسمية حقتنا هيكون فيها كل الاشتراطات اللي حتى تؤهل الصالات او المدربين كيف يتدربوا، هذا هتكون على الصفحة الرسمية حقتنا ان شاء الله. جميل جدا. اللي هتدشن ان شاء الله في خلال الشهر هذا. لسه ما هي لسه نوت هتكون متحمسين كثير صراحة. احنا صراحة احنا دوبنا بدينا ججنا لسه بادية صغيرة. الحمد لله حققنا اشياء كثيرة في فترة قصيرة جدا الصراحة. أشكر عليها كل أعضاء اللجنة وكل من شارك أكيد معنا. يستاهلوا. والصراحة لسه قدامنا كثير، فإحنا نتطلع للمستقبل الصراحة، وإن شاء الله هيكون القدام أحسن من الصراحة. أكيد بإذن الله. طب أستاذة نوف، يعني ما شاء الله عليك أنت شاهدة على تاريخ رياضة اليوغا عندنا في السعودية، يمكن من كنت من الأوائل الممارسين لهذه الرياضة عندنا في السعودية، فلأي مدى بحكم خبرتك في هذا المجال تشوفي أنه ارتفع الوعي لهذه الرياضة؟ هو مو بس أنا شاهدة، روتانا خليجية كمان شاهدين، لأنه بيستضيفوني من 2008 من بداياتي باستمرار. التطور صراحة لا يوصف، ولازم دائما نؤكد على يعني العطاء السخي من قيادتنا الرشيدة للبرامج الرياضية وبرامج المتعلقة بالصحة. صراحة الدعم لا محدود، عطاء سخي، وهذا اللي يساعدنا نتطور. وجاء تأسيس اللجنة، طبعا اللجنة تأسست 16 مايو 2021 كان رمضان العام الماضي. تأسيس اللجنة جاء في وقته طبعا، لأنه كان في كثير ممارسين وتنتشر الرياضة هذه، وبعدين يحتاج لها تنظيم. فتأسيس اللجنة جاء يمكن حلم وتحقق، خلينا نقول.
فالحمد لله تطور رياضة اليوغا في المملكة مبهر. يعني أنا يعني ما شاء الله تبارك الله مالكم 6 شهور في اللجنة تقريبا صحيح. وعندكم إنجازات جميلة جدا منها، وأنا فخورة فعلا فيها للمهرجان الأول اليوغا. ليش ما عزمتوني؟ زعلانة منكم المرة الجاية والله. شوفي هذه الإنجازات أيضا كمان نشكر وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على دعمهم، دعم لا محدود في كل سواء معنوي سواء يعني مادي. الحمد لله الدعم ايضا ساعد انه يدفع العجله ويحمسنا انه احنا ننتج زياده. اكيد طبعا هذا السؤال يعني راح اسال فيه استاذه مرام. تاسيس لجنه اولمبيه سعوديه لهذه الرياضه لاي درجه مهم اليوم؟ شوفي هو ممارسين اليوغا في السعوديه عموما لها شعبيه جدا كبيره جدا صحيح. وكان لازم يكون موجود عندنا مظله تحتوي تحتها جميع الممارسين الهواة المدربين علشان ندعمهم وعلشان ندربهم علشان كمان يقدروا يشاركوا في المحافل الدولية. وجود لجنة أو جهة تدعمهم هذا شيء جدا مهم. هل في مهرجانات الفترة الجاية ولا ماخذين بريك كذا بعد النجاح اللي أنجزتوه ما شاء الله؟ لا احنا في الخطة حقتنا إن شاء الله في مهرجانات جاية. المهرجان هذا حيكون مهرجان سنوي، حيكون كل مرة في مكان من مناطق المملكة. أما في خلال هذه السنة إن شاء الله حيكون في عندنا أكثر من فعالية خلينا نسميها. جميل. وكل واحدة هتكون مختصة بشيء مثلا لها موضوع مخصص لها. وحتكون إن شاء الله يعني كثير ناس طلبوا من عندنا نكون في الرياض، وإن شاء الله المرة الجاية حتكون في الرياض. ولا ننسى اليوم العالمي لليوغا. اليوم العالمي لليوغا برضو أكيد. 21 جون. هذا على منكم لو ما عزمتوني. لا المرة الجاية خلاص إن شاء الله نوجه لك خطاب رسمي إن شاء الله. بإذن الله لي الشرف أكيد، وشرفتونا ونورتونا اليوم. يعطيكم ألف عافية وأكيد أبارك لكم نجاح هذا المهرجان. الله يبارك فيك. مشاهدينا بعد الفاصل مهمة مش مهمة، فيلم مصري سعودي في السينما العربية قريباً.